السلام عليكم، مرحبا بكم في فلوغ جديد. فلوغ جديد. اليوم غادي نمشي لايندهوفن انا وصاحبتي، هي بغات تشري شي حوايج. المهم انا بغيت ندور نبدل الجو، حيت هذا شحال ما خرجت خدمه للدار اليوم بغيت نبدل الجو. وان شاء الله في هذا الفلوغ هذا غنديكم معايا، نشوفوا واش غادي نديروا كاملين، وان شاء الله يطلع فلوغ زوين. هذا دابا طالعه في التران ماشيه، التران هذا ديفوت على صاحبتي، شفت عليها زعما في الطريق هي فاش غادي يوقف واحد البلاصه، هي تطلع نتلاقاو في التران ونمشي القنطة في التران. راني كازا في واحد البلاصه فلاتينو، حنا دابا كنتغداو فلاتينو. شوف انا كنشوف موراي خايف شي واحد يجي يدينا الماكله، ولا انا دومونديت كوكا اخت كدايره الريجيم الناس راهم يشوفوا فينا. المهم رحنا واش دومونديت يا ياسمينة؟ قولي اش دومونديت؟ دومونديت الدجاج. هادي مراكشيه، الا كانت شي تجيه جبيتي. المهم درك غادي ناكلو موراها، غادي تمشي ياسمينة تشري حوايج العرس. انا معروضه بعدا ولا لا؟ لا واش معروضه؟ مراكشي مراكشي نعم يديروها يا عمي عرضو. كلينا وشبعنا امين لين ضربنا التجية. المهم الاخت ما بغاش تبان لحقاش راكو عارفين عندها الجمهور بزاف من مراكش. خفتي شوفوا دابا رحنا غادي للبريماركس، ها هو ندخلوا نشوفوا اش غادي نشريو. دابا في بريما مون شكون اللي بغى لو بوتان؟ هذا لو كسميتو لو بريمارك لو بوتان يدير مليون. جاب لك لو بوتان ب 18 اورو. اش غادي نشريو دابا؟ شوفي اجي نشوفو هذوك النعايل. اجي حنا كنشوفو النعايل في الصيف، هادو مازال عليهم الصيف. واصلا انا هنا ما كنلقاش نمرتي، انا كنلبس 33 هنا ما كان غير 36 35. خصني ضروري نمشي حانوت واحد اخر. شوف فيا واحد، شوف فيا مسكين. هذه مش راه يقول هذه واش راها غير دير. المهم درك راحنا نشريو ياسمينة غادي تشري الحوايج تاع العرس، ماشي حوايج تاع العرس، المهم شي طالو ولا ماعرفش غادي تشري، حتى انا خصني الطالو. ولكن كاش النمره ديالي يعني ما غاديش نلبسه. المهم رحنا دوكي غاديين، حنا غاديين للزارة. المهم مشينا للبريماركس، انا كنت ناويه نشري والو، صدقت شاريه بزاف ديال الحوايج، علاش ما نعرف. درك حنا كلينا كلينا من بعدا غادي نمشيو للزارة دابا ندورو، وعاد غادي نوليو وغادي نعاود نزيدو ناكلو. حنا في المدينه شوفوا عندهم اليوم عندهم الماركت شي مهم كيبيعوه غير هكا، مش عارفه خصني نصور هكا باش البرنسيس ياسمينة ما تبانش، خصني نصور منا من الجن هكا. حاجة شحال تقاشر الحاج اخر تمام الله يستر يا ربي.
اختي قالت لي خصني سروال بيض، تقول مثل هالراجل ها سروال بيض اسمينا فراكي واش مثلك الراجل غير قولي لي انتي وديري هادي دير الفرن بيضه طويله باش درقك منايا الله يستر. قلت الالوان سروال بيض في المشطه هذا واعر فرا هذا السيل ديالي وريكم هذا واعر انا معايا سمينة دابا كتشري الطالو راه غاديه جايه عليا ليلى حديوي جيبي نوريها جيبي نوريها تاع فاطمة لا روح لمراكش جاب عفنه وبقى دركي به اما ما كيصونيو لك لي زافير ايوا انا راني جالسه هنايا جالسه كنعطي الراي ديالي هذا الزين هذا ماشي زين هذا الزين هذا ماشي زين انا ولا ما كاينش النمره ديالي يعني مانيش عارفه شنو غادي نلبس دابا نشري شي واحد حتى 35 ما كاينه شنو نعمرو بهذاك كيقولوا له فراشيات مانيش عارفه كيقولوا له انا دابا هنايا انا دابا هنايا زعما كنهضر معاكم بحال الا بحالكم معايا فهمتوا بحال داكشي لا لايف اسمينا اتشريه ياسمين شريه ما بغاتوش هذه هي اللي ما شريت نزه هي ياسمين حنا دابا غادي ناكلوا هابي ايطالي الاول قالت لي ما ناكلش شبعانه وهي دير لي بغيتي تاكلي لا واه تخلصي عاد قالت لك زيدي يلا نمشيو ناكلو معليش معليش نمشيو ناكلو معليش معليش يلا يلا الحبيبه ديالي نمشيو دوماج ما بغاش تبان ما تشوفوا اوك بغى يبان معايا يلا ما تقولي لهم شي كلمه ما كتسلميش على باك امك قولي كوكا كتبرد على اللي بصح ماشي بحال كنت غنضر على الصوت حتى تبدا تقطع عليك بالكاز تاع المغرب الجهده كنستناو الماكله لا بقات عليا
شكلت لنا المهم درس معايا بالايطاليا ايطاليا احنا في ريستوران واحد ريستوران ايطاليا كيديروا فيه الماكله تاع ايطاليا وما عارفينش نروح ايطاليا بالبيتزا والباستا وداكشي ودوم ندير واحد الكوسه ديما كان في المنيا والعراق ورا ميرس من تعفاني جيعان مي في الجوع صافي صافي اسمنا اسمنا باي باي.